نجارش. نجارش وحدها حكاية، روح الغلا في دمي، ونجارش وحدها حكاية، بلسم جروحي وهمي، وبيش تعرفوا اني نهواها، ما نصبر نهار بلاها، سميتها بسم أمي نجارش. اللي تجي من ربي كلها مرحبا بيها، والباقي عليك أمر. وين ما سيبها أخوها في هذاك الوادي، وعد ليل عليها الليل، ولقيت روحها في هذاك المكان الموحش ولوالي. كيف ما سيبني انا سالم في هذيك الليلة. Thank you.
خلاص يا معصوم، ما تقدمش روحك، هي اللي تستاهل يجيها. تو اللي بدك تخمر فيه ايش تقول لهال النجا؟ بعدين اشدوك عليها. تعرفي يا نجمة، هذه ما فكرتش فيها بالكل. ايش نقول لها؟ لكنها فكرت فيها ودرت لها حساب. كيف؟ حلقتها. عندي، تعال تعال نبيك. كيف؟ تعال تعال نبيك. صوت ذيب. هذا صوت ذيب، صوت قرب. عمتي مردوعة. نعم يا بابا. المطر توه مش سمحة، مطر زمان سمحة، توه المطر مش سمحة توه. حتى الدبيب زعلان وفكروتي زعلانة. مطر مش سمحة المطر. هكا اشرب. عمتي مردوعة. نعم. معصوم كنا. ديما نقول لك وسع بالك يا حومة، ما تديرش عقلك بعقله يا راجل، هذا راجل مخلوق. معصوم
ديما موسع بالي لكن كثر يا راجل. نشب لأنك كثر. أنا هنا يا معصوم. أنا هنا يا أخوي. أنا هنا يا معصوم. هالصوت يا. نسمع في صوت يا حومة. نشب لها الصوت. يا هاو. يا ناس. يا سلام. هذا الدم اللي وصيتيني عليه بتاع الشاه، لكن ماني عارف شن تبي فيه. كيف شن نبي فيه؟ الدم هذا هو اللي عليه الكلام. قول لي انت، مش مره حكيت لي علي ضبع تلقوا في جرته؟ هذا نجع كم؟ ضبع ضبع صحيح، بس عليش خلاص الليله ريدك تشيني المكان الضبع. وبعدين سهل. وهذه حكايتي من طلعتي من نجع. منين لقيتوني في هالمكان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخافي يا نجارش، وصلتي وصلتي وسوى عنك زال ميراد. وش رايك يا رافي؟ واحد يحط تخته في مكان كهبة خلاص، ما عاش في رحمة في قلوب الناس ولا كيف؟ فتقعد ديرة شي بصيره. ايش معنى كلامك؟ معنى كلامي الدنيا اللي ما لقى فيها خير خوها ولا دمها ابوها در عنها جديرة. هاب علي بختك يا نقرش، هاب علي بختك. هذوم كانوا يتخالوا بارواحهم. أنا عقلي يقول لي الولية هذه مش صافية، وأنا عقلي يقول لي الولية هذه مظلومة. هرجع شوي. أسمع يا نقرش، أريد نقول لك حاجتين ولبيك تسمعين كويس. الحاجة الأولى، في عزوز في نجعنا اسمها وديع، تونشيلك لها وتعينك، وبإذن الله بإذن الله ما يطلع الصبح إلا وأنت طيبة. أرحم والديك يا ولد لشوات، أرحم والديك. والحاجة الثانية، الحاجة الثانية لا سمح الله، إن كان الحجة وديعة قالت، إن كان الحجة وديعة قالت كاني ولا ماني، أنا يا ولاد الناس نعطيك لذن تدفني هن. مصدقك مصدقك يا نجار، وعهد مني كنت طلعتي طيبة راكي رفيقتي على سنة الله ورسوله، هذا كان وفقتي. بعد ما وافقت لقيرش هالكلام اللي قال عنها ميراد، خذها للمكان يا بوي اللي فيه العزوز وديها باش تداويها ويعرفوا السر اللي في باطنها.
ناطير ندور في عش يا غوطا فيه نقارش سبع بساط وسبع حقاف ملتا من السم الواحش ناطير لا تخافي يا لا تخافي لا تخافي يا وعليكم السلام الله اشربي ها جيتي الحج ها الحمد لله الحمد لله رجعي رجعي الحمد لله الحمد لله ما عاد عليك شي صوت يا ربي اشربي اشربي يا لا تخاف يا ربي لا تخاف لا تخاف يا يا اشربي ما عاد عليك شي خوف الحمد لله الحمد لله واللي نزلتي الريت رايتي 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا يا لا تخاف يا يا لا تخاف يا ربي لا تخاف يا 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 ويلي الحي من الحي يا بوي يا ويلي الحي من الحي ايش صار يا عمتي وديعة الولية شن عندها الولية هذا اللي عندها يا بوي هذا اللي عندها وهذا شنو هذا هذا سحر هذا كله كان في بطنها الولية اللي تعيض مسيكينه مضيليمة هذا كله سحر اللي تحق فيه يا ما رجعت يا ما صار فيها أعوذ بالله من الشيطان وتوه توه شو الحالة الولية لا الحمد لله الحمد لله مدام جت للحج وديعة والله ما عاد تنظر سحر تهنى يا بي تهنى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قول يا معصوم بكرة بعد تكبر اش تبي تشري لخيتك نقيرش بكرة بعد نكبر نشري لك نشري لك محرمة باهي نشري لك نشري لك نشري لك ثوب وش أخرى نشري لك نشري لك نشري لك طويلات ملحد هيا قولي انت سوا أنا يا سيدي بكرة بعد نكبر نشري لك جرد ونشري لك فرملة ويش أخرى ويش أخرى ويش أخرى ونشري لك حصان سمح كيف اللي عند باتي باش تقعد فيه هذا المكان اللي لقينا فيه جرة الضبع انزل قطع شرطة ايوه في سام حط 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 عليه حيط زيت زيت فيسا فيسا خلاص شو اللي خلاص خلاص توا ما عليك الا تدير عزاها نقارش نقارش كلت هالضبع الله يرحمها ويسامحها الله يرحمها نقارش الله يرحمك يا نقارش
من ما عرفوا يا ابوي هل النجع ان نقير شكلت تنضبع خيها معصوم دار عزيها وتموا هل النجع يا ابوي يجوا ويعزوا معاش فيه نقيرش في حياة نقيرش الله يرحمها ويسامح. هناك واحد يدير عز أخته وهي ما زالت حية لا حول ولا قوة إلا بالله. قاوداهم لله وقاوداهم لله أو دوم الله. أفضل الله وأجرك المعصوم. بقى دوم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مازال ما شفتوا مني شيء. مازال يا ما جاي كم من خير. مغير انتوا صبروا شوي. قرش غني علي حي وميتة قرش حنونة قرش لا لا يا معصوم قرش ما ماتتش قرش ما ماتتش قرش ما ماتتش يا معصوم قرش ما ماتتش يا معصوم قرش ما ماتتش Thank you.
مبروك مبروك يا الميراد. الله يبارك ان شاء الله بهناك. الله يبارك ان شاء الله بطولة عمرك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك يا الميراد. الله يبارك فيك. 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 عدي يا زمان وتعال يا زمان، عاشت نقارش في مكان وماتت نقارش في مكان. سبحان الله. وعليكم الميراد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير يا رب. 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 يا رب. يعني هنا يا عمتي وديعة. يعني هنا. عليك يا بي. مبروك عليك. الله يبارك. عليك ولادة قول غزي. الله يبارك فيك. تربى في عزك يا بي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامة نقارش يا بي. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك. ربي كريم. ربي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. يرحمه يرحمه. معصوم. نعم يا عمتي. سوك راح يعوض عليك الله يا باتي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. بسم الله. هاك أيام هاك أولادك ما شاء الله تبارك الله. هاك اسم الله على أولادي. اسم الله. سمي يا سم. سمي يا تربى في عزك يا أيام. إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خطرها أشتري تسمي يا أيام. عدنا سنين وسنين هون قارش ما تجيب غير في الأولاد، ونجمة ومعصوم كل عام دفنين عيل. دنيا دنيا
نجي هالزويلات يا ربي. ربي يحفظكم يا عويلتي. مش حد يغلب البيرق ولاد نقيرش، مش حد يغلب سهيل ولاد الميراد. نبي دي طالع الخوالي، نبي دي طالع الهالي. كانك وقفت خطرة يا سهيل، احنا ما نم خوالي خوان. سمع عصوم، سمع عصوم. كانك يا ولد، كانك يا ولد. يسلم عليك باجي وقال لك باجي تجي لي العشاء. عشاء؟ كانك شنو عندك؟ جد علينا وليد. وليد؟ آه. امشي امشي. كانك سمع عصوم. ما نبش، امشي. وليد. فاضي. كانك ما تعدي يا معصوم. مش خير من قعدتك في هالبيت بروحك. مانيش ماشي. سلوني لا عشاء. عندك ام خال واحد ينقال له معصوم. معصوم معصوم ليه يا يعني. كان عندنا خال كان ما يجينا. ساعة يجيه يوم ويجينا. بيه يا يعني. صح قالوا خالي هذا فارس دي ما راكب على الحصان. خالك فارس وما فرس منه ولا راج. الساعة يجي وتحقوا برواحكم. كان لنا بعد يجينا نريد نقول له بنقعد فارس كيفك. إن كان جانا نبيكم تقولوا له يا خال خالي يا مسيب أمي في البساط الخالي. يا خال خالي يا مسيب أمي في البساط الخالي. يا خال خالي يا مسيب أمي في البساط الخالي. يا خال خالي يا وحيد خوالي يا مسيب أمي في البساط الخالي. يا وجه طيب يا بعيد قريب كنت اللام خيب في دلال دلالي. يا شقيق لأمي يا ثلثين دمي من اللي يشيل همي ويبهت الحالي. يا خال خالي يا وحيد خوالي. نقارش بلا توصيف ما حد يذهب فيها. تعرف كرام الضيف لفيدها تعطيها. تعرف وصول الجيرة لأصحابها صبايا بفعالها الشهيرة تمت حدود الغاية. نقارش حدا حكايه.